يستقبل اليمنيون شهر رمضان لهذا العام في ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة، ولكنهم يحاولون التغلب على تلك الظروف بما يمكنهم أو يمكنهم من قضاء الشهر الفضيل كما يجب. المزيد مع خليل القاهري. يحل شهر رمضان هذه السنة على اليمنيين بشكل مختلف تماما، ففي ظل أوضاع اقتصادية صعبة يحاول اليمنيون استقبال الشهر الكريم متغلبين على المصاعب الاقتصادية السائدة منذ أشهر. مرحبا أخي الكريم. أهلا وسهلا. كيف رمضان هذا العام معكم؟ والله رمضان هذا العام صعب جدا للغاية، والظروف تعبان، ورواتب ما فيش رواتب، وخليها على الله، حالة الناس تعب قوي. شكرا لك. إذن وهكذا ينشد اليمنيون على الأقل هدنة إنسانية رمضانية تمكنهم من قضاء شهر رمضان بسلام وأمان.